نص كلمة بقلم أحمد رجب الحجة وهيبة مصر تدخل عصرا جديدا نظيفا لن تتكرر فيه قصة الحجة وهيبة التي تبرع لها فاعل خير بمليون جنيه أرسلهم إلى الرئيس الذي أرسلهم إلى رئيس الوزراء خمسمائة ألف جنيه فأرسلهم نائب رئيس الوزراء إلى الوزير المختص 400 ألف جنيه فصدر من مكتب النائب خطابا بالعناية بالحجة وهيبة ومرفق شيك ب250 ألف جنيه مصري في العلاج وخرجت رسالة توصية بالعناية بالحجة وهيبة وعلاجها بالميزانية المختصة لها أعلاه وهي مبلغ 150 ألف جنيه ورد المستشفى الأجنبي أن التأمين الواجب إيداعه 150 ألف جنيه فنرجو إرسال 100 ألف جنيه وارتبكت الإدارة